مساء الخير. لا الناس صح يا إزهر قيس، حاجة مشجعة. شيء مميز وإحنا بنجتمع أن نجتمع حول مائدة الرب. ما يميز الكنيسة هو حضور المسيح في وسطها، الذي يجعل الكنيسة كنيسة، ليس المبنى لكن حضور المسيح اللي بيجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد، اللي بيجعلنا أعضاء بعضنا لبعض، كل واحد للآخر. عندي إعلانين مهمين في الأول قبل ما ابتدي حديثي النهاردة لحضراتكم. الإعلان الأول يتعلق بمؤتمر الصلاة اللي أعلننا عنه الأسبوع اللي فات. إحنا بقالنا كذا أسبوع عمالين نرفع راية ونقول عايزين نكمل نصلي، مش بس نكمل نصلي، عايزين نصلي أكتر من أي وقت فات، لأننا نؤمن أن الصلاة هي أعظم ما نستطيع أن نفعله لأنفسنا، لأولادنا، لبلادنا التي نعيش فيها. والأوضاع كلها حوالينا بتصرخ يا شعب الرب صلوا صلوا، أقفوا في الثغر أمام الله عن أنفسكم وعن بلادكم التي تعيشون فيها. مؤتمر الصلاة هيكون في بيت الوادي 20-21-22. 21 مارس يوم عيد الأم. شوف يا أخي، ونحتفل بالأم هناك ونروح كعيلة ونحتفل بالأمهات، ويبقى عيد أم ما حصلش قبل كده، لا قبله ولا بعد. سامحونا بس الحقيقة حاولنا نغير الميعاد، لم نجد موعد آخر نستطيع فيه أن نصلي، فقلنا هنصلي والأمهات هم اللي هيقودونا وهم اللي هيجيبوا العيلة، وهناخدنا مع بعض عشان نقعد قدام ربنا 3 أيام صارخين طالبين وجه الرب. الاستمارات والحجز هينزلوا الأسبوع ده، أفتكر بداية من بكرة أو من بعده هتنزل الاستمارات للحجز. احنا عايزين نحتشد أمام الله هذه الأيام 3. الإعلان الثاني، يوم الأربع اللي فات كنت ضيف أو كنت المضيف بتاع حلقة نرى نورا، البرنامج الجديد اللي على قناة الكرمة. والحقيقة خرجت عن المألوف وقدمت موضوع خاص يتعلق بما يحدث حولنا في بلادنا وفي الكنيسة المصرية بوجه خاص. وتعرضت لقضية مهمة قوي، هو الفرق ما بين الاختلاف والخلاف. أن نختلف في الرأي، أن نختلف في أسلوب العبادة، أن نختلف في بعض العقائد، لكن هل هذا يؤدي إلى خلاف؟ أم هناك فرق كبير بين الاختلاف وبين الخلاف؟ قداسة البابا قال جمال وحدة التنوع، أن هذا التنوع، هذا الاختلاف لما يتحد مع بعضه يعمل جمال، ما يعملش خلاف. بس ناس كثيرة مصرة أن الاختلاف يعمل خلاف. في مجتمعنا تختلف معايا في موقفي السياسي تبقى أنت عدوي، تختلف معايا في الفريق اللي بتشجعه تبقى أنت عدوي. بكل أسف كمان داخل أسوار الكنيسة بيبقى مرات كتير تختلف معايا في العقيدة تبقى عدوي. يبقى الاختلاف خلاف. اختلفت الكنيسة الأولى في رأيها حول الأمم الذين قبلوا المسيح ربا ومخلصا. اختلفوا حول هل ينبغي أن يتهودوا أولا ويختتنوا ويصيروا يهودا وبعدين يؤمنوا بالمسيح، مدى الترتيب اليهودية ثم المسيحية. هم يجوا كده على طول من بره بره أبدا، يخشوا من اللي يلفوا من رأس الرجاء الصالح، ما عندناش قناة السويس. وجلست الكنيسة لتناقش هذا الاختلاف في الرأي، ولم يولد هذا الاختلاف خلاف. سمعوا بعضهم بعضا، أنصتوا للروح القدس، وفي النهاية قالوا قال الروح القدس ونحن حرام علينا نعمل كده. نحن قد آمنا بالمسيح، الناموس لم يضيف لنا شيء، الناموس لم يصالحنا مع الله، الناموس حكم علينا بالموت، نحن خلصنا بالإيمان، لماذا نضع عليهم الثقل الذي لم نستطيع نحن أن نحتمله؟
أنا عايز أشجع الناس اللي بتسمعنا على الفضائيات، وعايز أشجعكم، عايز أشجعكم إن الحلقة دي نحضرها ونبعتها لبعض، عايزين نبصيها لبعض، بالذات نبصيها للناس اللي رأيهم أن الخلاف يوجد، أن الاختلاف يوجد خلاف. أنا أفتكر دي قضية كبيرة قوي في المجتمع بوجه عام على الساحة السياسية، وفي الكنيسة على الساحة أيضا الروحية في هذه الأيام. بشكل أو بآخر الموضوع اللي عايز أحكي فيه مع حضراتكم النهاردة ليه علاقة، لأننا نريد أن نعود مرة أخرى لسفر أعمال الرسل، السفر اللي بدأت أحداثه مباشرة بعد الصعود. الأصحاح الأول بيتكلم إن أخذهم وباركهم وصعد أمامهم وعادوا إلى العلية، وينتهي هذا السفر برحيل، قبل رحيل الحقيقة بولس الرسول ينتهي بالقبض عليه ووصوله إلى 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 روميا. فالسفر ده بياخد أقل من 30 سنة، أقل من 30 سنة زمنه التاريخي. الأناجيل بتحكي مولد المسيح إلى صعوده 33 سنة، سفر أعمال الرسل أقل من 30 سنة، من سنة 33 ميلاديا لقبل سنة 60 ميلاديا، لأن بولس مات سنة 62 ميلاديا وما كانش لسه راح أسبانيا ولا رجع في نهاية سفر أعمال الرسل. لكن في أقل من 30 سنة وصلت رسالة المسيح وإنجيل المسيح إلى تقريبا في ذلك الوقت أقصى الأرض غربا، وما نعرفش قد إيه شرقا أو جنوبا. في 30 سنة فتنت الكنيسة المسكونة بدون مايكات ولا ساتلايت ولا فلوس ولا تمويل ولا سيف ولا رمح ولا حاجة خالص. علينا ككنيسة أن نعود تاني لنقرأ هذا السفر بتدقيق، لنتعلم أسرار هذا السفر، الرسالة التي يريد هذا السفر أن يقولها للكنيسة عبر كل العصور. ما سر هذه الكنيسة الأولى المضطهدة من اليهود ومن الأمم، التي بلا إمكانيات مادية أو تكنولوجية، لكن بيقول الكتاب كان عدد التلاميذ يتكاثر جدا في أورشليم، وجمهور عظيم من الكهنة الذين اضطهدوا الكنيسة ينضمون إلى الإيمان. وأنا عايز أتوقف النهاردة عند واحد من أسرار هذا السفر، من أسرار الكنيسة الأولى، من أسرار ملكوت السماوات. وخليني أعطي للموضوع بتاعي النهاردة عنوان الهوية. الهوية، من هو المؤمن الحقيقي بالمسيح؟ إيه الألقاب الحقيقية اللي أعطاه له الكتاب اللي جعل مؤمن العصر الأول يختلف بشكل ما عن مؤمن هذا العصر الذي نعيش فيه؟ لماذا عدد المؤمنين الأقل في ذلك الوقت استطاع أن يغير العالم بصورة أقوى من عدد أكبر من المؤمنين الآن بإمكانيات أكثر؟ أفتكر واحد من الأسباب الرئيسية هي فكرة الهوية. من كان المؤمن الأول؟ كان إيه؟ يا عم ده كان شاف المسيح؟ لا 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 لا، أغلب الناس الذين آمنوا في سفر أعمال الرسل أغلبهم لم يروا المسيح بالجسد. بولس نفسه لم يرى المسيح بالجسد، الذي عرف المسيح ربا ومخلصا في سفر أعمال الرسل. ليه أولئك المؤمنين الأوائل، مش الرسل، المؤمنين الأوائل كانوا متميزين وحياتهم وشهادتهم فتنت المسكونة التي عاشوا فيها في ذلك الوقت؟ اسمحوا لي أقرأ بعض الأعداد من سفر أعمال الرسل وأصحاح 6. من عدد 1 يقول: وفي تلك الأيام استكاثر التلاميذ، حدث تذمر من اليونانيين على العبرانيين، أن أراملهم كن يخفل عنهن في الخدمة اليومية،
فدعا الاثنى عشر جمهور التلاميذ وقالوا: لا يرضي أن نترك نحن كلمة الله ونخدم موائد، فانتخبوا أيها الإخوة سبعة رجال منكم مشهودا لهم مملوئين من الروح القدس وحكمة، فنقيهم على هذه الحاجة، أما نحن فنواظب على الصلاة وخدمة الكلمة. فحسن هذا القول أمام كل الجمهور، واختاروا استفانوس رجلا مملوءا من الروح القدس، وفيلبس وبرخورس ونيكانور وتيمون وبريمناس ونيقولاوس دخيلا انطاكيا، الذين أقاموهم أمام الرسل فصلوا ووضعوا عليهم الأيادي، وكانت كلمة الله تنمو، وعدد التلاميذ يتكاثر جدا في أورشليم، وجمهور كثير من الكهنة يطيعون الإيمان. أما استفانوس فإذ كان مملوءا إيمانا وقوة كان يصنع عجائب وآيات عظيمة في الشعب. اسمحوا لي نحني قلوبنا قدام الرب في الصلاة. يا رب كلمنا، فهمنا، عايز تقول لنا ايه في هذه الايام. ناتيك يا رب وانت في وسطنا بجسدك هذا، بذبيحتك الكفريه، بحضورك في وسطنا يا رب، ربا ومعلما، سيدا ومخلصا. كلمنا في هذا المساء، افتح فمك وكلمنا، مد أيديك وأعطينا لنأكل ونشرب من جسدك ومن دمك، لتسقينا روح الحياة، لتطعمنا الخبز الحي الباقي إلى الأبد، لتعطينا أن نكون كما أردتنا أن نكون، مؤمنين حقيقيين، أعضاء حقيقيين في جسد المسيح ودمه. تغاضى عن ضعف وجهل عبدك، تجاوزني بصورة خاصة هذه الليلة لتكلم أحبائك وبناتك وأولادك الموجودين في هذه الكنيسة، وألوف الذين يشاهدوننا على شاشات التلفزيون والكمبيوترز. في شفاعة الابن الوحيد المبارك اسمعنا وأجيبنا، كرامة ومجد ليك، آمين. الهوية، ما هي الألقاب التي أعطاها الكتاب للمؤمنين في عصرهم الأول اللي فهموها وعشوها وقالوا إحنا اسمنا كذا، إحنا لقبنا كده، إحنا حنكون كما لقبنا المسيح، كما لقبنا الروح القدس، كما نادانا سنكون كما أطلق علينا بحق. في سفر أعمال الرسل المؤمنين التلاميذ شعب الرب لقبوا بأربع ألقاب، اتقال عنهم أربع ألقاب، هقولها بالعدد، عملت حصر ليهم في السفر كله. سموهم مسيحيين، ودي جت مرتين ومحدش فيهم قالها على روحه، الناس قالتها عليهم مسيحيين مرتين. اتسموا مؤمنين، إن كنتم حكمتم أني مؤمنة، بائعة الأرجوان فيبي في فيلبي، بائعة الأرجوان بتقول كده، إن كنتم حكمتم أني مؤمنة، فده لقب جت تسع مرات، كلمة آمنوا جت كتير، لكن مؤمنة مؤمن جاءت تسع مرات، ليه دي آسف بائعة الأرجوان. كلمة إخوة، إخوة لما يتكلم عن المؤمنين سماهم الإخوة، التقيت بالإخوة، انتظرني بعض الإخوة، عشان كده في مذهب كامل اسمه الإخوة، جه عشر مرات. لكن اللقب الرئيسي في سفر أعمال الرسل اللي أطلق على المؤمنين هو لقب تلاميذ، جه 32 مرة تلاميذ. القراءة اللي قرأتها من سفر أعمال الرسل أصح 6، الباراجراف اللي أنا قريته ثلاث مرات بيقول تلاميذ تلاميذ تلاميذ، ولم يتحدث عن أي لقب آخر في هذا الباراجراف. لو رحنا الأصحاحات تانية هنلاقي الرقم ده بيزيد جدا، لقب تلميذ، الهوية، كانوا عارفين هم مين وعاشوا ما لقبوا به، فأثمرت الكنيسة بصورة هائلة. النهاردة عايز أرسم صورة
تكاد تكون أو إلى أقرب ما تكون أن تكون متكاملة، عشان أقرب للكلمة دي، كلمة تلميذ. هقول ثلاث ألقاب رئيسية اتكررت بكثافة في العهد الجديد، واحدة منهم تلميذ كما جاءت في سفر أعمال الرسل. اللقب الأول مؤمنين، ده الحقيقة مش لقب، لكن ده بالإيمان، بالإيمان صاروا أولئك المؤمنين. صاروا إيه؟ لازلنا بنقول الأخ ده مؤمن، لا ده مش مؤمن، ده مؤمنة، مش من حق حد يحكم على حد. لكن اللقب ده هو فعل في واقع الأمر. آمنوا، فتح الرب قلب ليدية فآمنت. آمن أنت وأهل بيتك فتخلص. المؤمنون هم الذين آمنوا، فبالإيمان صاروا إيه؟ اللقب الذي أعطي لهم بالإيمان بالمسيح. سهل قوي نجاوب على السؤال دوت. يوحنا 1:12 بيقول إلى خاصتي جاء وخاصته لم تقبلوا، أما كل الذين قبلوا أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون. يبقى إذن كلمة مؤمن معناها إيه؟ ابن. أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. فإذن يوحنا بيحط لنا تعريف أن بالإيمان بالمسيح ربا ومخلصا، بقبول المسيح بالإيمان في القلب، أقبل في قلبي ربا ومخلصا. بولس بيقول ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم. فالإيمان هو قبول المسيح في القلب ربا ومخلصا. بهذا الإيمان نصير أبناء، أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله. بصوا القراءة دي من غلاطية 3:4، لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع. بصوا العلاقة بين الإيمان والبنوة، لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر وأنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. إن كنتم للمسيح فأنتم إذا نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثة. وبعدين بيقول في أصحاح 4، ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا أبا الآب. إذا لست بعد عبدا بل ابنا، وإن كنت ابنا فوارث لله بالمسيح. طبعا بيكرر الكلام ده بصورة تانية في رومية 8، فبيكتبوا في غلاطية 4 وبيكتبوا في غلاطية 8 باستفاضة شديدة جدا البنوية. بالإيمان صرنا أبناء، بالإيمان بالابن الوحيد المبارك، بهذا الابن في قلوبنا صرنا أبناء شرعيين لله، وارثين الحياة الأبدية، أبناء. إذن الهوية الأولى هو المؤمن، هو هوية المؤمن أنه ابن، ابن. عشان كده بيقول عليهم إخوة. هم إحنا بقينا إخوات إزاي يعني؟ يا أخ فلان يا أخت فلان، يعني أنت أخ يعني؟ يعني أنت إخوة؟ يعني أنت مذهبك الإخوة؟ لا. إزاي أنت بقيت أخويا؟ وإزاي أنت بقيت أختي؟ إزاي؟ لماذا ندعو بعضنا بعض يا أخ يا أخت؟ يعني أخ كده الحرف تقيل كده في الزور وبيزرجن مرات كتير وإحنا بنقوله كده. إحنا من إمتى بقينا أخوات؟ لما بقينا أبناء، أبناء. لما بقينا أبناء، لما أرسل روح ابنه في قلوبنا صارخا يا بابا يا أبا الآب. فانت جنبي بتقول له بابا وانا بقول له بابا، ابوك ابويا، ده احنا اخوات، احنا اخوات، احنا عائله واحده زي ما بيقول في افسس، اهل بيت الله. اللي كان يهودي واللي كان اممي، اللي كان بيحتقر الاخر وبيكره، صاروا مش بس في معاهدة سلام، لا لا، صاروا إخوة، صاروا أهل بيت الله، عائلة واحدة، أبناء.
إذن هويتي الأولى لما بقبل المسيح الذين قبلوه كارت الهوية بتاعتي الاي دي كارد بتاعي بيتغير بتولد ولادة روحية جديدة بتغير ببقى ابن لله عندي هوية جديدة من أبناء الملك ومن أولاد الله انظروا أية محبة أعطانا الأب حتى ندعى أولاد الله الآن نحن أولاد الله بصوا التكرار عشان يعلم الشطار هم عرفوا الهوية دي إحنا أبناء العلي أبناء ملك الملوك ورب الأرباب أبناء خالق السماء والأرض نحن عائلته وننتسب بعضنا لبعض فيه كإخوة وأخوات في المسيح احنا اخوات بصحيح اخوات شرعيين في ملكوت السماوات في عائلة الله اهله بيت الله ودي معناها امتيازات كتيرة قوي ومعناها مسؤوليات كتيرة قوي ومش عايز اركز عليها لان ده موضوع لوحده بس اقول امتيازاتها انه هو ابويا من حقي حبه من حقي رعايته من حقي يربيني يعمل ايه مش يعاقبني يعمل ايه يربيني يعني لما تعود كده وافضل تعود كده من حقي يعمل ايه يطبطب كده صح يقول لي اتعدل وابقى زي الفل حقي من حقي حبه ومن حقي رعايته ومن حقي تأديبه بس عندي مسؤولية ان في اي حتة الناس هتشوفني هبقى انا بمثله لاني ابنه مش كده بولس كل بيقول كل اشياء تحل لي لكن ليست كل اشياء توافق ايه توافق دي توافق الناس لا توافقني كابن لله عندي مسؤولية إني ابنه إني حامل اللقب ده إني حامل الهوية دي عارف لما واحد بيعمل عملة وبيقبض عليه وبيتاخد اسم يعني يروح واخدين بطاقته أول حاجة بيعملوا إيه بيبصوا كده في هويته اسمه إيه وساكن فين وبعدين يتصلوا بمين بأهله بالذات لو هو شاب كده يقول له تعالى شوف ابنك مهبب ايه ويجي الاب يا عيني غلبان يقف عشان يشوف الواد عمل ايه صح كده مش كل ما نفعله كابناء بيتهم هو فيه في الاخر او بيمجد فيه في الاخر يروا اعمالكم الحسنه فيمجدوا أباكم الذي في السماوات يروا أعمالكم النصكم فيعمل إيه فيتعثرون في أبيكم الذي في السماوات أبناء هوية بتديني الحق إن أكلمه وأعبده واستمتع به واسمعه والذين ينقضون بروح الله أولئك هم أولاد الله فبستمتع بيه وبرعايته وبقيادته وبتأديبه بس بحمل اسمه وشرفه قدام الناس ومش عايز اكسفه الهوية الثانية اني مؤمن آمن 3000 نفس يوم 50 وانضموا الى الكنيسة وكان الرب يضم كل يوم الى الكنيسة الذين يخلصون لما انضموا للكنيسة وصاروا عيلة اتغير اللقب لا ما اتغيرش اضيف لقب جديد ايه اللقب الجديد اللي اضيف للذين امنوا وصاروا ابناء سموهم ايه تلاميذ في يوم 50 لما امن 3000 نفس واعتمدوا للرب يسوع وصاروا اولاد الله بالايمان واعتمدوا للمسيح ولبسوا يسوع المسيح ربا ومخلصا لحياتهم بيقول الكتاب على طول بعدها كانوا يواظبون على تعليم الرسل
والشركة وكسر الخبز والصلوات كانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة، إذ هم يكسرون الخبز في البيوت كان يطعمون الطعام بابتهاج وصلاة قلب، ولهم نعمة لدى جميع الشعب، وكان الرب كل يوم يضم 3000 واحد اعتمدوا صاروا أبناء آمنوا بالمسيح. وتاني يوم دخلوا المدرسة. احنا ما بنخلف عيال بنوديهم الحضانة عند سنة ونص سنتين، بنوديهم كي جي عند 4 سنين، بيخشوا المدرسة عند 6 سنين. في العالم الروحي تاني يوم بتولد ولادة روحية وبقبل المسيح، تاني يوم بدخل مدرسة المسيح، مش البرنامج اللي أنا بدخل مدرسة المسيح، باخد لقب تاني بيبقى من الناحية دي ابن، واللقب اللي على الناحية التانية تلميذ ليسوع المسيح. تلميذ يسوع المسيح. لما الرب أمر التلاميذ في نهاية إنجيل متى أصحاح 28 قال تلمزوهم وعمدوهم، وبعدين علموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به. أنت خدت كم سنة عشان تعلمنا اللي أنت علمتهنا؟ خدت كم سنة؟ 3 سنين. رب المجد نفسه خد 3 سنين صبحين وكلين شاربين عايشين معاه 3 سنين عشان يعلمهم اللي كان عايز يقوله. وبعدين في النهاية قال لهم لي أشياء أخرى كثيرة لا تستطيعون أن تحتملوا الآن، لكن الروح القدس روح الحق لما يجي هو هيعلمكم ويرشدكم. يعني عندي كلام تاني لسه ما خلصتش. يدوبك من ساعة ما قابل المسيح لغاية لما أمشي من الأرض دي أبقى اتعلمت شوية محترمة، لو أنا تلميذ من أول يوم أبقى اتعلمت شوية محترمة من جميع ما أوصانا به. مؤمنين كتار قبلوا المسيح، تابوا، فتحوا قلوبهم، قبلوا المسيح ربا ومخلصا، وبقوا أبناء، وبقوا بيصلوا يا أبا الآب، وبقوا مستمتعين بأبوة ربنا، وبقى عندهم اختبارات روحية كويسة. وبعد شوية انطفأت العلاقة وتعثرت الحياة وانطفأت الشعلة المتقدة، والحياة لم تستمر في هذا التغيير الإلهي العجيب. ليه؟ عشان ما دخلوش المدرسة. والبعض استنى 6 سنين عشان يخش المدرسة، وبعد 6 سنين قال أنا كبرت قوي مش معقول دلوقتي بقى لي عمري في الإيمان 6 سنين وبعدين أخش التلمذة دلوقتي للمسيح، خلاص بقى. إيه الفارق الكبير بين مؤمنين سفر أعمال الرسل بين الكنيسة اليوم؟ دول مؤمنين ودول مؤمنين، دول أبناء ودول أبناء. الفرق الكبير هي الهوية دي، إن مؤمنين سفر أعمال الرسل بعد إيمانهم بيوم صاروا تلاميذ، صاروا تلاميذ، وصار ده اللقب الغالب في طول السفر وعرضه 32 مرة. لا يسميهم مؤمنين ولا يسميهم حتى أبناء، يطلق هذا اللقب المميز تلاميذ، تلاميذ المسيح، تلاميذ المسيح. ليه اللقب ده مهم؟ ليه اللقب ده يعمل فرق كبير في الكنيسة دي من الكنيسة دي؟ دول مؤمنين ودول مؤمنين، ليه دول يبقوا مؤمنين مميزين عن دول؟ عشان دول دخلوا مدرسة عرفوا يقروا ويكتبوا. يا عم مش كل اللي يقرأ ويكتب، البلد دي بتاعت شهادات، سيبك من الشهادات. لا، الموضوع في العالم الروحي مش موضوع شهادات، مفيش شهادات خالص في العهد الجديد، ما بيديناش شهادة. أمال إيه الفرق؟ فرق إن ربنا بابا، بابا بابا حبني وأحبك وأدل عليه وأطلب منه ويرعاني وأشوف إيه، وبعدين يقول لي أعمل حاجة فما أعملهاش، بابا بقى فيغفر لي براحتي. لكن بابا وفي نفس الوقت هو معلمي اللي هقرر انه يبقى المسيح بالنسبه لي المثل القدوه وامشي وراه واتعلم منه اني ابقى زيه، اتعلم منه اني ابقى زيه. موسى عملها في القديم، موسى ابن الايه ده الجميل ده
النبي العظيم ده فهمها من زمان قوي من غير حتى ما يقرأ سفر أعمال الرسل. ما كانش معاه سفر أعمال الرسل. قال له كده: إن كنت وجدت نعمة في عينيك وقلت أنك عرفتني باسمي. مش أنا وجدت نعمة في عينيك، مش أنا خلاص عايش في عهد النعمة، مش أنت بتحبني، مش أنا ابنك، مش أنا مقبول عندك، مش أنا رسولك، مش أنا خادمك، مش أنا. مالك يا موسى عايز إيه؟ قال له عايز طلب واحد. قال له إيه؟ قال له عرفني طريقك حتى أعرفك لكي أجد نعمة في عينيك. في فرق ما بين نعمة القبول، نعمة الغفران، نعمة الحياة الجديدة، نعمة أني ابني لله، نعمة أني صرت من العائلة الإلهية، نعمة أني أمد يدي وأكل من جسد الرب وأشرب من دمه وأتحد به وأبقى من عائلة الله. في فرق بين هذه النعمة وبين نعمة أنك عرفني طريقك، مشيني في طرقك، عايز أعرفك على حقيقتك، عايز أسلك في سبلك، عايز أكون زيك. ساعتها حجد نعمة تانية خالص في عينيك. ساعتها تقف وتسقف لي تقول برافو برافو. مؤمنين كتار مش عايزين السكة دي، مش عايزين لقب تلميذ. فين مدارس؟ فين الجامعة؟ بصدقنا خلصنا. حبيت تلميذ كده واجلس عند أقدام السيد زي مريم وأسمع وأبصر وافتح عيني واتفرج عليه واسمعه كويس وتأمل في اللي بيقوله وامتحن حياتي واجرب أعيشها وأفشل وارجع له مش عارف اديني نعمة عشان أعيش. سكة طويلة وصعبة بتعصر فيها، وحاجات كتير فيها بتتغير جوايا، دوافع بتتغير، سلوك بيتغير، مبادئ بتتغير، أفكار بتتغير، قيم بتتغير، كل حاجة بتتغير. أنا كنت بأشاكل هذا الدهر، الآن بتشبه بالابن المبارك، الآن بعيش سكة تانية خالص مليانة تواضع واتضاع وانسحاق. لا 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 اكيد اكيد اكفاني انا ابن واصرف عليا عني ما اتعلمت مش حارس انا وارث. يجرى ايه لما يكون وارث جاهل عن وارث متعلم؟ هيعمل ايه بالعلم؟ في ملكوت السماوات مش بتعلم اكون تلميذ عشان اخد شهاده، بتعلم اكون تلميذ عشان ابقى زيه، عشان ابقى زيه، لنكون مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. النهاردة هو بكر بين إخوة كثيرين ما يشبههوش غير في اللقب، ما يشبههوش في التصرفات، ما يشبههوش في العلاقات، ما بيشبهوش. وأكبر دليل من أنه هو ما يشبهوش هي حكاية الاختلاف والخلاف. في البرنامج اللي أنا قدمته قلت في عبارتين مشهورين قوي، اختار واحدة منهم أيها المستمع. العبارة الأولى: كل من ليس معنا فهو علينا، اللي مش معانا يبقى إيه؟ يبقى علينا. العبارة الثانية: كل ما هو ليس علينا فهو معنا. الإجابة الصحيحة إيه؟ لو سألت أي واحد في العالم هيقول لك من ليس معنا فهو علينا. اللي مش هيشجع الأهلي وهيشجع الزمالك يبقى علينا أكيد، لأن يا الأهلي يا الزمالك هو اللي إيه؟ هيكسب، يا الزمالك يا الإسماعيلي هو اللي هيكسب. من ليس معنا فهو أكيد إيه؟ علينا. اللي مش بيلعب في الفريق بتاعنا يبقى هيلعب في الفريق اللي ضدنا. اللي مش هينتخب الراجل بتاعنا يبقى هينتخب الراجل بتاعهم، واحنا مش عايزين الراجل بتاعهم، احنا عايزين الراجل بتاعنا. من ليس معنا فهو علينا. وده اللي التلاميذ قالوا للمسيح، قالوا له: رأينا أناس يخرجون شياطين باسمك ولا يتبعون معنا. لقينا ناس باسمك بيقولوا باسم يسوع الناصري يخرج، والشياطين بتخرج بس مش معانا، مش من كنيستنا، مش من طائفتنا، مش من مجموعتنا، مش مننا. فعملتوا ايه؟ فمنعناهم. فقال لهم: ليه؟ مش هما بيخرجوا شياطين؟ اه. مش باسمي؟ اه. منعتهم ليه؟ مش معانا. ومن ليس معنا فهو ايه؟ علينا.
بروستانت يعني، وبيخرجوا شياطين باسمك، بس بروستانت، فمنعناه من الملكوت، من الحياة الأبدية. قال لهم المسيح: من ليس علينا فهو معنا. ايه؟ من ليس علينا فهو معنا. كل من يقول من ليس معنا فهو علينا ليس تلميذ للمسيح في اي طائفة، لان المعلم قال من ليس علينا فهو معنا، وتلميذ المسيح هيقول زي ما المعلم قال. صعب السكة دي، صعب، غير العالم، غير المعتاد. قل أن يجلس ابناي واحد عن يمينك واحد عن يسارك متى جئت في ملكوتك. أتستطيعان أن تشرب الكأس؟ نستطيع أن تشرب، يستطيع أي حاجة أنت، لا بس نجلس عن يمينك وعن يسارك. لا يكون هذا بينكم، مش البحث عن المناصب. من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما، ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا، خادما وعبدا. لا يا عم، خلي التلمذة دي ليك، احنا هنكتفي بالأبناء الوارثين واللي واخدين حقهم تلت متلت من أبوهم السماوي. وانت طفل هيقبل انك تكون ابن مش تلميذ، لكن كبرت كده وبقيت شاب وما بتروحش المدرسة وما بتتعلمش حياة المسيح، هيبقى مبسوط؟ هيبقى فرحان بيك؟ هيدلعك ويقول لك سيبك من الدراسة تتشبه بالمسيح ليه؟ أحسن لك تبقى أعوج ويبقى عندك قيم العالم وتشوه صورة الملكوت وتعثر الآخرين في طريق الحياة الأبدية؟ هينبسط؟ هيدلعك؟ سر الكنيسة الأولى إن كل شعبك، الوعد اللي اتقال في إشعياء، وكل شعبك تلاميذ للرب. كل شعبك تلاميذ الرب. محدش فيهم اكتفى بانه ابن وارث ومعاه شهادة ميلاد وغير الهوية بتاعته وغير اسمه وقال فلان واحد من ابناء الله. محدش، كلهم كتبوا على ظهرها تلميذ يسوع المسيح. يواظبون على ايه؟ يواظبون في الهيكل على العبادة، يواظبون. أيوة، بس ده في ميدان التحرير بعيد قوي، وبعدين المحطة المترو مقفولة، وبعدين يعني هنقعد في البيت ونتفرج على التلفزيون. وبعدين صدقني يا أسيس، حتى لما بتقوله نقف هنقف في التلفزيون، هنقف قدام التلفزيون، بيبقى منظرنا وحش قوي احنا واقفين قدام التلفزيون كده ومغمضين ورافعين عينينا. هنعمل بس نقعد في البيت، وبعدين نوفر المواصلات وهنبعت لكم العطا. يلا، مش انتوا عايزين العطا؟ لا، خلي العطا معاك. كانوا يواظبون في الهيكل عشان يتعبدوا، مش عشان يقعد على الكنبه والماك في ايده وياخد شبطة الشاي وحتة بسكوت وبعدها القهوة وبعدها اللب. الوعظة حلوة قوي ومسلية جدا. انا عارف ان في ناس مقدرش تيجي، انا انا بهزر عشان خاطر ما حدش يزعل، بس تبقى مصيبة. كانوا يواظبون في الهيكل على العبادة والشركة، مش عارفة تعمل ازاي في بيتك بقى الشركة ديت، وكسر الخبز، مش عارفة تعمل ازاي بقى في بيتك بقى، هتحط ايدك على الشاشة كده وتاخد حتة من ال، مش عارفة تعمل ازاي.
لكن مش بس دي المواظبة، المواظبة على حاجة تانية بقى. كان بيواظبوا على الايه؟ كل يوم في الهيكل. كان اجتماعات يومية وقتها زي الصعيد كده، لغاية وقت قريب القسيس يروح هناك كل يوم اجتماع. مش عارف هيوعظ منين الراجل ده، كل يوم يحضر وعظ. ربنا يكون في عونه. كل يوم اجتماع، هم كانت الكنيسة قالوا لك كده، مدرسة مفتوحة كل يوم. لكن مش بس في في الهيكل، إذ هم يكسرون الخبز في البيوت، يروح الهيكل يعبدوا معا، وبعدين يقعدوا في البيت مع بعض مجموعات صغيرة، عشان ده المكان اللي هيعملوا فيه شركة، يسمعوا بعض ويصلوا لبعض ويأكلوا مع بعض ويشجعوا بعض. جبتوا منين الفكرة دي؟ جناها فين؟ المسيح. المسيح لما جاي تلمز أول 12 عمل منهم إيه؟ مجموعة. عمل مجموعة. تجتمع فين المجموعة دي؟ في الهيكل؟ أبدا. تجتمع في البيوت وعلى الشاطئ وفي الجناين. عمل مجموعة رافقته، عاشت معاه، استثمر في حياتها. الجموع سمعت الوعظ ما تغيرتش بقدر المجموعة ديت اللي بصت له من قرب، اللي سمعته عن قرب، اللي لما ما فهمتش قدرت تعمل ايه؟ تسأله. قال لهم اعطي لكم ان تعرفوا اسرار ملكوت السماوات. لانك تلميذ اللي ما بتفهموش بتعمل ايه؟ بتسأله. قول لي كده في 1200 ولا 1400 واحد اللي موجودين هنا، لو ما فهمتش حاجة انا بقولها هتسألني ازاي؟ بس في مجموعة صغيرة هتقولي مش فاهم، هرد عليك، هتقولي مش مقتنع، هناقشك، يمكن تطلع انت صح ويمكن انا اطلع انا صح، في الاخر هتقولي اقتنعت، طب انا مش عارف اعملها ازاي، اقول له تعالى نعملها مع بعض، لغايه لما تقدر تعملها في المجموعه الصغيره انت بتتاكد انك فهمت وتتاكد انك اقتنعت. ومش بس كده، والمجموعه بتساعدك انك تطبق وتعيش اللي انت اتعلمته، ومش هتسيبك غير لما تعيش اللي انت اتعلمته. وده اللي عمله المسيح. عشان كده في 3 سنين صار هؤلاء صيادي السمك، صاروا صيادي الناس، لأنهم تلاميذ. مش بس أبناء، لا، تلاميذ. مش بس تلاميذ، هذه التلمذة الحقيقية صنعت من كل واحد منهم خادم، صياد للناس. الواحد منهم بألف، والاثنين منهم بربوة. ففتنوا المسكونة. يعني ايه تلميذ؟ يعني المسيح بالنسبة لي معلم، مش بس مخلص. هتعلم منه وهتعلمه، وعشان اتعلم منه واتعلمه هنتمي للكنيسة. وهذا الانتماء مزدوج، للعبادة، للعبادة، للوجود في محضر الله، مش للوعظة، للعبادة، للعبادة اللي جزء منها هي الوعظة، وللمجموعة الصغيرة، لاجتماع البيت. لازم عندي مجموعة صغيرة، لو انت مش في مجموعة صغيرة مش هتقدر تبقى تلميذ، مش هتقدر تبقى تلميذ غير مجموعة صغيرة، لأنك مش هتقدر تتأكد أنك فهمت واقتنعت وعارف تعملها ازاي، وحد جنبك بيساعدك لغاية لما تعملها ويحك فيك. والإنسان الحديد بالحديد يحد، والإنسان يحدد وجه صاحبه. لولا أنه تخنقوا مع بعض، لولا أنه فهموا الدرس أن العظيم مش من يجلس عن اليمين واليسار، العظيم هو الخدام. لولا أنهم مجموعة صغيرة وغسل رجليهم ومسح بكبريائهم البلاط، لولا أنهم تعلموا درس التواضع. في المجموعة الصغيرة بنغسل رجلين بعض بدموعنا. قبل ما يطلع نفيق، وبنضع أنفسنا لأجل بعض. في مجموعات صغيرة عشان تتفسح، في مجموعات صغيرة عشان يأكلوا بيتزا، في مجموعات صغيرة عشان يعملوا عيد ميلاد. لا لا، أنا بتكلم عن المجموعات اللي بتعمل تلمذة، بيراجعوا كلمة ربنا ويشوفوا إحنا عايشينها ولا لا، إحنا بنغفر ولا لا، احنا لينا قلب نقي ولا قلب ملوث شايل الخطيه، احنا بنعيش حياه الطهاره والقداسه ولا لا. احنا بنكتشف ان في ناس بيحضروا الكنيسه، بيحضروا بانتظام، وبيجي يحضر بدري ويحضر سنتين الكنيسه ويجتمع الصلاه
وبعدين في لحظة كده مخلصة يبتدي يعترف إني أنا في علاقة دنيسة وبخون مراتي طول الوقت دوت. إزاي؟ ما مغلوب مهزوم وبتجري سباقي وبتتناول؟ ما عرفش ساعة المناولة بيتناول ولا لا، لكن حاولت كل ما في وسعي اني اغلب الخطيه واني اعيش حياتي. ما قدرتش، ما عرفتش. ايوه، لو انت في مجموعه وبتعترف لاخواتك بضعفك مش هيسيبوك غير لما تنضف، مش هيسيبوك غير لما تنضف. هيقفوا جنبك لغايه لما تعيش الحياه المخلصه المقدسه لزوجتك، لغايه لما تكون اب صالح، لغايه لما تعيش الانجيل، لغايه لما تتشبه بالمسيح. أختم. الهوية الثالثة، هوية إن الناس اللي أمنت بالمسيح، إن الناس اللي صارت تلاميذ للمسيح كلها قررت إنها تبقى خدام للمسيح كلهم. لما اتأزمت الحال في توزيع الموائد قال لهم مش معقول إحنا الرسل نتفرج على حاجة دي. يا جماعة وزعوا الشغل، نقوا ناس منكم يقوموا بخدمة الموائد، فانتخبوا 7 رجال منهم استفانوس ومنهم فيلبس، بس يكونوا مشهود لهم وممتلئين من الروح القدس، بس عادي خالص. دع كتير منا، فانتخبوا 7 رجال ونشوف بعد شوية أن الذين تشتتوا من جراء أول ضيق قالوا مبشرين بالكلمة. أن كل المؤمنين وكل التلاميذ كانوا في حقيقة الأمر خدام، خدام. تلمذتهم جعلت منهم خدام. هؤلاء الذين صاروا تلاميذ على طول بيتحولوا إلى خدامين للملكوت، ينادوا بالملكوت، يفتنوا المسكونة، يغيروا العالم الذي عاشوا فيه بحياتهم، بكلامهم، بشهادتهم، بتقواهم، بقدواهم التي عاشوها. أنا هبتدي معاكم السلسلة ديت، بس عايزك النهاردة وانت بتتقدم للمائدة، لو كنت ابن مولود من الله من حقك أن تتناول من هذا الجسد الذي يجعلنا إخوة في المسيح. بس عايزك تسأل نفسك السؤالين دول، تتلميذ ولا معلم أسطى؟ أنا حضرت مجموعات 3 سنين وتخرجت خلاص، لغاية سفر آخر سفر أعمال الرسل كل المؤمنين اسمهم تلاميذ، حتى الرسل اسمهم تلاميذ. مين فينا بيفتح الكتاب ولا يجد جدد؟ مين فينا بيسمع وعظ وبيسمعش كلام جديد؟ أنا سمعت الوعظ ده قبل كده بس ما عشتهاش، أنا سمعت الفكرة دي قبل كده قديمة بس ما عشتهاش. مش كده بقول لك تاني، في رحلتنا مع المسيح هنفضل تلاميذ للآخر إلى أن نحفظ جميع ما أوصانا به. وانت بتتناول النهاردة اسأل نفسك السؤالين دول، تلميذ عايز تخدمه؟ ما تقدرش تخدمه منكم وتتلميذ. في ياما ناس بتخدمه من غير ما تبقى تلميذ، ياما، وبيعثروا الناس وبيخدموا أنفسهم وبيقدموا زواتهم مش بيقدموا المسيح. ياما ناس بتيجي تحكي لي العثرات اللي وقعوا فيها بسبب حياة خدام خدموا حياتهم واعتدوا عليهم جنسيا للدرجة دي، للدرجة دي اسمهم مش تلاميذ. عايز تبقى خادم لازم تبقى تلميذ، لازم تبقى تلميذ في مدرسة يسوع المسيح، تتعلم المسيح فتستطيع أن تعلم المسيح. اسمحوا لي نقف عشان نصلي.
في محضر الرب أمام هذه المائدة المقدسة. أمام هذه المائدة المقدسة التي فيها المسيح بنفسه يكسر خبزا ويعطينا ويقول هذا هو جسدي، ويملأ الكأس ويعطينا ويقول هذا هو دمي. أدعوكم اليوم أن نعود من جديد تلاميذ للمسيح كلنا، أنا أقولكم أن نتعلم من السيد لنكون مثله في حبه، في تواضعه، في نقائه، في صفائه، في فكره، في طرقه. قول معايا كده: إن وجدت نعمة في عينيك يا رب عرفني طريقك حتى أعرفك، دربني في سبلك، علمني وصاياك. عايز أشبع قلبك بحياتي وشهادتي، عايز أخدمك خدمة مرضية بخشوع وتقوى، عايز أكون تلميذ عشان أكون خادم، عايز أكون تلميذ عشان ما أجيبلكش العار وأشوه صورتك في عينين الناس، فيروا فيا يسوع، فيروا فيا يسوع. عايز أكل من هذا الجسد لأشبع وأتحد، عايز أشرب من هذه الكأس لأرتوي وأتغير وأتشبه بيك يا ابن الله. عايز أكتب على جبهتي، عايز أكتب على جبهتي وعلى قلبي تلميذ يسوع المسيح. عايز أتعلم طرقك، عايز أسلك في سبلك، عايز أحفظ وصاياك في قلبي لكي لا أخطئ إليك، عايز أنمو في النعمة والحكمة والقامة عند الله والناس. عايز أكون تلميذ. غيرني ربي والمس حياتي علشان الناس تشوف فيها يسوع، مش بس لساني أو كلماتي، لكن هعيش تسبيحة ليسوع. أسهر أصلي فاكر رسالتي، وأتعلم ربي تاني الانتظار، أحيا بشهادة مسحة بإرادة، وتفيد حياتي دايما في الثمار. قبل ما تمد ايدك للمائدة، طول وقت المائدة هنكمل عبادة وصلاة. عايز اكون تلميذ، عايز اواصب على العبادة وعلى مجموعة التلميذ، عايز ادخل المؤمنين في حياتي، عايز اسمح لهم انهم يساعدوني عشان اعيش كما يحق لإنجيل المسيح. عايز أعرف الحق، عايز أقتنع بالحق، عايز أعيش الحق. عرفني طريقك حتى أعرفك.
لكي أجد نعمة في عينيك. إن كانت دي صرخة موسى ما تكونش صرختك أنت النهاردة. علموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به. ده دور الكنيسة. وانت جاي الكنيسة مش بس عشان تتشجع، لكن جاي عشان تتعلم انك تعيش كل ما اوصانا به. ان تتعلم ان تعيش كل ما اوصانا به. ان تتبع اثار السيد والمعلم، تمشي وراه اللي قاله تعيشه، اللي عاشه تعيشه بنعمته بقوته بروحه وبقوة الجسد، قوة الكنيسة اللي تعينك وتشجعك وتعضدك. اثنان خير من واحد، لأنه إن سقط أحدهم في الطريق الآخر يقيمه. لا تتبع الرب وحدك، حتى خور في الطريق أنت محتاج إخواتك، محتاج ناس زيك مخلصة عايزة تعيش للمسيح، تقرأ معاها وتسمع معاها وتتعلم معاها وتحكي ضعفك وتشارك هزيمتك قبل انتصارك. يا رب نادي علي وعلى إخواتي النهاردة، نادي على الكنيسة النهاردة. عايزين نرجع نكون كنيسة يسوع المسيح، كنيسة العهد الجديد، كنيسة كل شعبها تلاميذ مش بس أبناء، كلهم تلاميذ مش بس مؤمنين، كلهم تلاميذ عشان يكونوا كلهم خدام حقيقيين للإنجيل فيفتنوا المسكونة. وانت واقف صلي، وأدعو شيوخ الكنيسة، وإن كان بيننا خدام رعاة، أن يتقدموا للأمام لمساعدتنا في توزيع المائدة المقدسة. خليك واقف. خلينا الوقت اللي بنتقدم فيه للمائدة النهاردة ده يبقى وقت خاص جدا من لقاء شخصي بينك وبين المسيح. تراجع هويتك، تراجع هويتك الحقيقية. انت ابن مولود من الله، قبلت المسيح رب ومخلص، قادر تقول له يا أبا الآب. روح ابنه فيك صارخ يا أبا الآب. هل أنت تلميذ للمسيح؟ تجلس اليوم حول هذه المائدة لتثبت فيه وهو فيك، لتكون غصن مثمر في الكرمة. عرفني طريقك حتى أعرفك، عايز أرضيك يا رب، عايز أشبع قلبك، عايز تبص عليها وتقول أيوة هي دي الصورة اللي رسمتها، هي دي صورة ابني، هي دي صورة ابني الحبيب الذي به سررت، هي دي هي دي. قال بولس الرسول إني سلمتكم ما تسلمته أنا أيضا، أنه في الليلة التي أسلم فيها أخذ يسوع خبزا وشكر، ونحن على مثاله أيضا نشكر. يا ربنا القدوح من قلنا القلب نحمنا ونعطنا بإحمد لكن يا ربنا نعمتنا المتفضلة التي نبقنا في هذا العهد المقدس يا رب، لأن هيأت لنا أن نجتمع في هذا المحاء حول هذه المائدة يا رب، لكي نقدس حياتنا ونجعلنا تلاميح شخصك يا رب. نسألك أن تقدس هذه العناصر بين يديك، وأن تعطي كل من يتناول منها أن يختبر حضورك يا رب، أن يمتلئ قلبه بالشوق، أن يكون يا رب أمينا لشخصك إن مين لك كل أيام الحياة
احمد نحني ولا كل الاعظم والمجد. امين. وبعد ما شكر كسر ونحن على مثالي ايضا نكسر خبزا. تفضلوا عند مرور المائدة الأحباء الذين يريدون أن يتناولوا يقفوا، نبقي الخبز في أيدينا إلى أن نتناول منه كلنا، نصرف هذا الوقت أمام ربنا في عبادة وسجود وخشوع. يسوع سؤ لقلبي أنت مشتهايا أنت شوقي وطلبتي مشتاق أكسر كل غالي تبقى أنت انشغالي والمجد أعيش سوق لقلبي أنت مشتهايا أمسك ومش أرخي أنا قلبي اتعلق بيه أنت اللي أنا عشت بدموع أسجد عند رجلي والغالي يرخص لي ده الكل ما يساوي ومش هرخي أنا قلبي اتعلق بيك أنت اللي أنا عشت بدموع أسجد عند رجلي والغالي يرخص لي ده الكل ما يساوي Yeah.
قال الرب يسوع خذوا كلوا هذا هو جسدي المكسور من أجلكم اصنعوا هذا لذكري. كذلك الكأس أيضا بعد أن تعشى. رب عايزين نشكرك يا رب لأنه وإحنا رب بنيجي رب نتناول قدامك هذا الخبز وهذا الكأس نخبر بكم صنعت بنا ورحمتنا. نشكرك رب لأنه أنت بتشجعنا رب نكون في المكان الصحيح نكون بحسب مشيتك الصالحة. يا رب النهاردة رب وإحنا بنختبر أنفسنا ونيجي قدام بيتك رب قدام رب هذه المائدة المقدسة لك رب تعالى علينا يا رب سلام حقيقي مع نفسنا ودينا رب كمان نكون يا رب أبناء نتأكد رب لكل واحد وكل واحدة فينا ابن حي وأنك أنت أبونا كلنا رب كمان دينا رب النهاردة يا رب قرار حقيقي نحن رب نكون رب فعلا نسلك كتلاميذ ليسوع. يا رب نشكرك من أجلك أنت جاي تكلمنا كل واحد بطريقة خاصة جدا يا رب تفهمنا ما لم نفهم بعد. نشكرك لك طول الوقت رب انت بتعبر بنا رحلة الحياة كن رب بترافقنا طول الوقت عينك علينا من اول وقت لاخره يا رب مع حياتنا مع سننا. رب النهاردة بنقول لك تعالى انت رب امسك بايدينا وانت رافقنا طول الطريق شجعنا رب ان نكون في المشيئة الالهية. اجي رب كل واحد فينا بيكون فعلا متأكد ان يكون تابع ليسوع ونكون رب ابن يسوع وارث ونقول رب لي حياة ابدية في المسيح. مبارك اسمك يا رب نمتحن لأنفسنا وهكذا نشرب من هذا الكأس لكل المجد. آمين. حنان ورحيم الرب طويل الروح الرب كثير الرحمة الرب صالح للكل الرب صالح للكل أنت صالح للكل أنت صالح للكل أنت صالح ومراحمك على كل أعمالك أنت صالح للكل أنت صالح للكل أنت صالح أنت صالح ومراحمك على كل أعمالك يحمدك يا رب كل أعمالك ويباركك أطياؤك يحمدك يا رب كل أعمالك
سلطانك في كل دور فدوري دور فدوري ملكك ملك كل الدور وسلطانك في كل دور فدوري دور فدوري أنت صالح صالح للكل أنت صالح للكل ومراحم على كل أعمالك بختارك تكون الأول وقبل أي شيء علشان أنت الحياة والحق وأنت هو الطريق بختارك تكون الأول وقبل أي شيء علشان أنت الحياة والحق وأنت هو الطريق بكسر كل طير عند رجلي ما بقاش في حياتي غالي قدامك بقدم نفسي ذبيحة حية لي مقدسة ومرضية أمامك وبكسر كل طيب عند رجلي ما بقاش في حياتي غالي قدامك بختارك تكون الأول وقبل أي شيء علشان انت الحياة والحق وانت هو الطريق اختارك تكون الاول وقبل اي شيء علشان انت الحياة والحق وانت هو قال الرب يسوع هذه الكأس هي للعهد الجديد بدمي اشربوا منها كلكم لأنكم كلما أكلتم من هذا الخبز وشربتم من هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء نعم نخبر بموتك وبقيامك نعم يا رب نعلن أنك رب الكنيسة ومخلصها معلمها وسيدها عريسها وتاج راسها وما أعظم امتياز أن نتحد بجسدك وبدمك بشخصك ما أعظم أن ندعى لك تلاميذ فنتبعك رحلة الحياة ونتشبه بك أيقظ الكنيسة في هذه الأيام أيقظ الكنيسة نادي عليها نادي عليها فتعود بكل قلبها إليك لتعيش المسيح وتعيش للمسيح وتنادي بالمسيح إياه مصلوبا لليهود عثرة ولليونانيين جهالة اسمعنا في اسم الحبيب يسوع ليك الكرامة والمجد آمين نعبد الله بتقديم عطايانا
من أول مارس بنجمع عطية الشكر اللي بنقدمها ككنيسة تعضيد لخدمات خارج كنيستنا. عطية الشكر إحنا ككنيسة بنشكر ربنا من أجل سنة وبنقدم عطايا شكر خارج الكنيسة، بنصرفها كلها خارج الكنيسة لكنائس واحتياجات متنوعة خارج جدران كنيستنا. في طريق خروجنا في معرض دار الكتاب المقدس، وفي كتاب مقدس مطبوع جديد بشواهد جديدة من غير ما يكون تو كولم، كولم واحد كما يوجد سفر المزامير بالخلفيات التوضيحية. اللي عنده احتياج لصلاة خاصة، خدام مساء الأحد هيكونوا موجودين بعد الاجتماع قدام، تعالى صلي معاك ونتحد بيك ونصلي من أجلك من فضلك. اللي عايزين ينضموا لمجموعات التلمذة، مش عارف بعد العظة دي هيحصل إيه، يعني هنشوف هيحصل إيه. هفضل وعظها لغاية لما كل شعب الرب يبقى تلاميذ. اللي عايز ينضم لمجموعة التلمذة في اجتماع مساء الأحد بعد الاجتماع في مكتب الاستعلامات يقدر يملى استمارة بكيفه وبخطره وبمزاجه، ومحدش هيجبرك، بس هنفضل ننادي عليك لغاية لما تعملها باختيارك. مزرعة الحرية أيضا في طريق خروجنا بتقدم انتاجها. عندي اعلان مهم، اسمعوني كويس. السنة اللي فاتت ديت اتحمسنا اننا نجدد المبنى القديم، مش بس نخلص المبنى الجديد، واننا نجيب شاشات نشوفها. الاول كانت بالظلال كده، شايفين خيالات ماشية، واننا نركب المصعد الثالث بتاع مجموعات التلمذة وفصول مدارس الاحد اللي في الجهة الخلفية. فصرفنا مبلغ كبير قوي ككنيسة عشان تجديد المبنى القديم، وعشان خاطر الشاشات، وعشان خاطر المصعد. عندنا احتياج كده، عندنا دين عايزين نسده، عندنا مبلغ لازم ندفعه خلال هذا الشهر ما يقرب من 332,000 جنيه. اللي عنده عشور يحب يقدمها، اللي عنده تقديمات خاصة، احنا في احتياج حقيقي لهذا المبلغ بأسرع ما يمكن، لأن ده فوق التزاماتنا العادية ككنيسة من مصاريف الخدمة والتوسع الكبير اللي احنا توسعناه في الخدمة. أغلب الشركات انكمشت خلال الثلاث سنين الثورة، بس ربنا ادانا نعمة اننا بالإيمان نتسع وندرك ان ده زمن الحصاد مش زمن الانكماش. في الاقتصاد زمن الانكماش، لكن في العالم الروحي ده زمن الامتداد الإلهي. عشان كده احنا بنعلن الاحتياج ده، مصدقين ان ربنا دايما وابدا لم يتركنا في احتياج. بكره اجتماع الصلاه، واحنا هنفضل نصلي وهنركز وهنعمل ايام صلاه في استعداد لمؤتمر الصلاه من 20 ل 22، 20 و21، عيد الام و22. اظن ميعاد لا ينسى ابدا، يعني هنحتفل بعيد الام هناك ونصلي لاجل مصر وامنا جميعا. يلا ونديها بقى صلاة، ونوزع ورد على الناس تديه لأمهاتهم، ونحتفل بالأمهات ونكرمهم، ويبقى ثلاث أيام عظيمة. اجتماع الصلاة من الاثنين اللي فات لغاية المؤتمر هنجمع تبرعات لسداد عجز المؤتمر. احنا بندعم ناس كتير قوي جاية من وجه إبلي ومن بحري ما يقدروش يدفعوا التكلفة العادية لأن عندهم مواصلات غالية زائد إقامة هناك. المصريين بالنسبة لهم رخيصة لأنه بيروح ويرجع في نفس اليوم، مفيش لا إقامة ولا انتقالات بأرقام كبيرة. فإحنا بنجمع تبرعات عشان نسدد فرق التكلفة ما بين القاهرة واسكندرية من إخواتنا اللي جايين من الصعيد ومن وجه بحري وبيقيموا هناك بصورة أو بأخرى. هنجمع عطايا بكرة يوم الاثنين لغاية المؤتمر لسداد تكلفة المؤتمر دوت. اسمحوا لي نقف مع بعض وأدعو القسيس عاطف أن يجي عند المنبر يصلي من أجل طلبات الصلاة ويختم لنا بالصلاة الربانية وبالبركة الرسولية. يا رب أنت إلهنا الصالح الذي عهدنا يا رب بكل أنواع احتياجاتنا، فنحن من إليك يا رب نضع هذه الطلبات التي أنت تعرفها كلها. يا رب نسألك لمحات شفاء للناس المرضى الذين يطلبون لمحات شفاء،
وعيدنا يا رب تدخل إلهي في قرة روح قهرية موجودة يا رب في حياتنا أن نبطهم من حل عشانه في اسم المسيح. يا رب نسألك أن تسمعنا حينما ندعو بشكر قائلين أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض وابننا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير في المسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد الآن وإلى الأبد ونعمة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة روح القدس تدوم فينا ومعنا من الآن وإلى الأبد آمين.